بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده من الاردن، صديق ليا رائد ابو شقره له قصه جميله جدا تعرفك ان الخير دايره يا جماعه. يعني ايه الخير دايره؟ يعني انت لو بديت الخير في النقطه لازم يلف ويرجع لك. وان احسنتم لانفسكم، دي ايه. يعني ايه ان احسنتم لانفسكم؟ الخير لابد ان يدور ويعود اليك. ايه القصة؟ القصة ان رائد ابو شقرة بيحكي لي، بيقول لي ابويا رجل اعمال، انا اتخرجت من الجامعة، رحت اشتغلت مع ابويا في الشركة بتاعتنا، بدأت انا اشتغل على لاين جديد في الشركة عشان احس ان انا اضفت حاجة جديدة في الشركة ومهتم بيه بقى وبازل فيه مجهود ضخم جدا، وحاسس ده بقى البيبي بتاعي، يعني ده المشروع بتاعي جوه الشركة، شركة كبيرة وابويا انشأها وكده، بس دي بقى الحتة بتاعتي قوي. المهم لفت لي وجه المناقصة دي مطروحة من الدولة لمين ياخد عملية معينة في اللاين الجديد بتاع الشغل اللي أنا مهتم بيه. فأنا بقى الموضوع بيقولي كنت لسه بقى متخرج ومتحمس جدا، فإيه لازم أدخل المناقصة. عشان تخش المناقصة لازم تحط دفعة أولية 60,000 دينار أردني علشان تدخل المناقصة. بيقول احنا فلوسنا في السوق على طول، فممكن ما يكونش معانا 60,000 دينار في اللحظة دي. رحت لابويا قلت له محتاجين 60,000 دينار، قال له روح شوف الحسابات ما فيش 60,000 دينار. طب وبعدين؟ طب وهخش ازاي؟ انا بغلي. فبيقول بقيت بقى عارف بقى لما تحس ان حاجة انت لسه بتنشئها وشاب متحمس جديد بقى، بيقول ابويا هادي قوي وانا متغاظ. فابويا قام جاي كده على الظهر وقام قايل له هو امتى اخر ميعاد علشان لازم ندفع فيه ال60,000 دينار؟ قال له بكرة. طيب انا هروح بقى اتغدى وانام. فلو بابا هو عشان الشغل اللاين جديد تابع انا انت بتقول مش مهتم للدرجة دي؟ قال له يا عم سيبني اروح انام. فروح، وبعدين روح بقى رائد بالبيت بيقول روحت لامي قلت لها ابويا مش مهتم بشغلي. والمهم تاني يوم خلاص الساعة 3 الظهر لازم ندفع 60,000 دينار. الساعة 10 الصبح بصيت لقيت واحد من الحسابات داخل عليا ومعاه ايصال بايه؟ ان ابويا امبارح اتبرع لجمعيه خيريه ب20,000 دينار. فانا شفت الايصال اتجننت. يعني ابويا احنا بندور على 60,000 دينار عمالين نجمع فيهم، تقوم حاطط 20,000 دينار؟ قمت واخد الايصال وداخل على مكتب ابويا. قلت له يعني برضه هل ده التوقيت اللي انت تعمل فيها كده ولا علشان اللاين ده بتاعي؟ بيقول لي وكنت منفعل فبص لي كده وابتسم وقال لي خير ان شاء الله. ايه خير ان شاء الله؟ طلعت وقعدت في مكتبي وخلاص هيروح الميعاد. قبل الميعاد بساعتين بصيت لقيت شركة كبيرة في الأردن بعتالي بتقول لو سمحت احنا عايزينكم توردوا لنا بضاعة قيمتها 500,000 دينار، ادي العربون عشان توردوا لنا بالشيك 60,000 دينار. بيقول لا 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 لا. دخلت لابويا قلت له يا بابا انا مش مصدق 60,000 دينار. قال له عرفت ليه انا اتبرعت ب20,000 دينار؟ قال له يا ابني وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. يا رائد أنا طلعت ال20,000 دينار عشان ربنا، أنا متأكد أنه كان هيخلفنا. ال60,000 دينار اللي في إيدك دي تجربة اوعى تنساها طول الحياة. لما الدنيا تضيق عليك تصدق أكتر، يوم ربنا يبعت لك أكتر. مين مصدق يا جماعة؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. مصدق ولا لأ؟ بسمة أمل للخير، بسمة أمل للي يؤمن أن الله سبحانه وتعالى، بسمة أمل للي يؤمن أن ربنا لابد يرد لك الخير. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.